السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، لما كنتم أهلا وسهلا بكم إلى برنامج تكتيك سبورت يأتيكم عبر قناة الجزائر الدولية. كالعادة نتحدث عن بطولة أمم أوروبا الجارية وقعها في ألمانيا والمباريات التي تلعب في هذه الأثناء بين منتخب الألماني البلد المنظم ومنتخب الدنمارك، والنتيجة لمصلحة الألمان بهدفين دون رد ضمن الدور ثمني النهائي. وكان من قبل اليوم فاز المنتخب السويسري وفاجأ الجميع مفاجأة مدوية عندما خرج صاحب لقب النسخة الماضية المنتخب الإيطالي بهدفين دون رد. وسنتوقف عند مباريات الأحد، مباراة إنجلترا وسلوفاكيا والمباراة الأخرى التي ستلعب بين إسبانيا وجورجيا، ونتوقف ولو على السريع عند مباريات يوم الاثنين والثلاثاء، مباريات ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا. وقبل ذلك في البداية سنتحدث مشاهدينا الكرام عن المشاكل الكبيرة التي تحدث في هذا اليورو، سوء التنظيم، مشاكل تنظيمية، ملاعب غارقة وأعمال شغب في المدرجات وخارج الملعب أيضا في الشوارع والطرقات الألمانية. كل هذا وذاك مشاهدينا الكرام مع ضيفي في الاستوديو سعيد كناوي. أهلا بك سعيد. أهلا وسهلا أخي عمر، شكرا على الاستضافة. شكرا لك على تلبية الدعوة. ومعنا مشاهدين الكرام أيضا من مصر كريم محمد محلل الأداء ولاعب الإسماعيلية المصري سابقا. كريم أهلا بك. كابتن تحية طبعا ليك وكل مشاهدينك وضيفك العزيز سعيد، وأنا متواجد معك. شكرا لك. وسيلتحق بنا بعد لحظات قليلة من الآن مشاهدين الكرام حارس الدولي الجزائري السابق إذا خالد ديكيماش لنتحدث عن كل صغيرة وكبيرة تخص يورو 2024. أبدأ معك سعيد كناوي، مشاكل تنظيمية، ملاعب غارقة، أعمال شغب في هذا اليورو في ألمانيا، ألمانيا التي كان من المنتظر أن تنظم يورو بمقاييس عالمية وبأمور تنظيمية عالية الجودة، لكن الانتقادات كبيرة ولاذعة لألمانيا. أرضية مثلا ميدان فرانكفورت كانت سيئة وانتقدها مدرب ألمانيا نفسه، وأمطار غزيرة نزلت من سقف ملعب سيجنال إيدونا بارك ملعب بوروسيا دورتموند، وغرق الملعب بالمياه في مباراة جورجيا وتركيا. أمر آخر، مشاكل كبيرة تصور في النقل، تأخر في تأخر في القطارات لعشرات من الدقائق، والمنتخب الفرنسي أيضا كان احتج عند الويفا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد تأخر وصول حافلته من مقر إقامته إلى الملعب الذي يلعب فيه المباراة، تصور إلى قرابة ثلث ساعات. تفضل. على كل حال هذا ما هو إلا إنصاف إلهي فيما يخص في حق قطر. على كل حال بعد التنظيم الرائع والمبهر لكأس العالم 2022، صحيح، وين كان الألمان كان فيه انتقادات، وكان مثلا في منع الخمور بين الدورة، اليوم الجهات الأمنية بألمانيا راح تطلب بنفس راح تطلب أنها تمنع الخمور، لأن شاف يعني شجارات كبيرة بين الأنصار صربيا وأنصار إنجلترا وأنصار كذا. أنا نقول هذا إنصاف إلهي من جهة، ومن جهة ثانية لما تكون هذه العوامل الطبيعية يعني ماهيش في صالح الملعب ولا في صالح التنظيم، هذا ما يجري هذا ما يصير يعني. ونظن ألمانيا جهزت، من نتكلم على ألمانيا جهزت نفسها لهذا الدورة، ولكن تبقى الأخطاء البشرية يعني واردة. وأنا نقول لك صراحة أنا نشوف أنه كل ما قدمته قطر للعالم من تنظيم وكذا كانت أحسن دورة في تاريخ كرة القدم نظمتها قطر، والألمان كانوا ضد كل ما عملته قطر وكانت انتقادات كبيرة، اليوم راهم يدفعوا في الثمن.
ويشوف ان نشوفوا انه حتى الالمان الدوله الكبيره اللي عندها امكانيات وامكانياتها ضخمه يعني ماهيش بعيده من الاخطاء، واخطاء فادحه في النقل، اخطاء في ساحه الملاعب، اخطاء حتى في لما كان في توفير الامن ايضا، توفير الامن خاصه الشجار بين المشجعين. نعم. داخل في المدرجات وخارج ارضيه حتى المباراه اللي توقفت بين المانيا والدنمارك كنت نتابع في وتوقفت المباراه، كان فيه سيلان لما كانت الامطار غزيره سيل صحيح داخل الملعب، المباراه اللي تلعب في هذه الاثناء وفي الدقيقه 83 اثرت على الجمهور حتى صحيح. الجمهور هرب من الملعب. يعني نظن هذا درس اللي يتكلم بال كيف نقول احنا البارفي مش موجود، الاخطاء وارده في كل تنظيم، ونبقى انه في كاس امم افريقيا المحليه التي نظمتها الجزائر ولم نشاهد اخطاء. لا 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 الحمد لله. لا يعني ماهوش نقولها لان جزائريين، ولكن صحيح. انا كنت تكلمت على هذاك التنظيم، كان تنظيم يعني اروع ما يكون. وانا اقول لك كل ما الدوله الجزائريه تحط يدها في منافسة في التنظيم يكون بطولة. ممتاز. لما تعطيها للجمعيات او الاستركتور كما نقولوا اتحاديه او نصيبوا بعض المشاكل، ولكن لما الدوله تحط كل الثقل نتاعها في تنظيم ما يعني الامور تمشي 100%. كان تنظيم مبهر جميل. نستمع لراي كريم محمد محلل اداء ولاعب الاسماعيلي المصري سابقا. كريم، قبل أن نبدأ معك، لدي تصريح لمدير البطولة فيليب لام، قال بصريح العبارة اعترف بصحة الانتقادات، قال بأنهم فشلوا في تحديث البنية التحتية خلال العقود الأخيرة، يتحدث عن ألمانيا كبلد. طالما هو عارف ان هم عندهم مشاكل في البنيه التحتيه وان هم كمان ما حدثوهاش منذ فتره كبيره جدا، مش استضافوا البطوله صراحه ظهر بشكل سيء جدا على مستوى التنظيم، على مستوى الملاعب. ما كناش نتخيل ان المانيا ممكن تكون من الدول، احنا دايما عندنا فكره ان الالمان دايما شغل دايما انتاجيه ودول كبيره جدا على مستوى البنيه التحتيه، على مستوى التكنولوجيا، على جميع المستويات. الدوله الالمانيه واحده من الدول العظمى الكبيره جدا، انا شايف ان كان من الممكن يعتذروا، ممكن عادي جدا يعني ما يسعوش اصلا ان هم يستضيفوا هذه البطوله. اي دوله في العالم النهارده بتسعى ان هي تستضيف البطوله بتبقى عارفه ان هي جاهزه بكل المقاييس بكل الجوانب، هم عندهم بنيه تحتيه قويه، عندهم ملاعب يقدروا يتعاملوا مع اي حدث او اي ظروف قهريه بشكل مميز. ولكن انا حسيت ان انا بتفرج على البطوله بالفعل من قبل ما اشوف هذا التصريح ان المانيا ما كانتش جاهزه، او المانيا قالوا لها قبلها بيومين مثلا قبل البطوله بيومين ان انت هتاخدي البطوله خلاص، يعني يا جماعه الدوره او بطوله اليورو في المانيا، هم تفاجئوا. فانا حتى شايف المشاهد المياه الكثيره الموجوده في الملعب امر صعب جدا ما بنشوفوش حتى في الدول الصغيره في افريقيا، يعني اعتقد الامور انتهت. زي ما ضيف حضرتك كان بيتكلم دلوقتي ان بعد البطوله وبعد كاس العالم في قطر، اعتقد ان كل الدول على مستوى العالم الفترة المقبلة هتبقى محطوطة تحت ضغط كبير جدا جدا، يعني دايما هنبدأ نقارن. يعني أنا من وجهة نظري وأنا متفق تماما مع ضيف حضرتك إن كأس العالم في قطر واحد من أقوى، بل هو من ممكن يكون أقوى بطولة من حيث التنظيم في تاريخ كرة القدم منذ إنشاء كرة القدم، أو منذ يعني أول واحد أو أول بلد لعبت كرة القدم طبعا هي كانت إنجلترا. يعني فبشوف إن طبعا عندهم مشاكل، عندهم مساوئ، فكرة الجماهير كمان الشغب اللي موجود وفي كذا مباراة، مش هنقول صدفة، دي كانت بتحصل في كأس العالم، ممكن مباراة ممكن تبقى مباراتين، لكن ده الطبيعي بقى موجود دلوقتي أو في جميع المباريات بنشوف شغب كبير جدا. واضح كمان على مستوى الأمن في بعض المشاكل. ألمانيا أنا شايف إن حتى على مستوى كرة القدم عندها تخبطات بقى فترة كبيرة جدا، شايف إن ألمانيا آخر 5 6 7 سنين على جميع المستويات بدأت تتراجع بشكل كبير جدا جدا، مش بس على مستوى كرة القدم، أعتقد كمان على مستوى جميع المجالات. واعتقد ان هذه البطوله تبدا الناس تنظر لالمانيا بنظره مختلفه بعيدا عن السنين الماضيه. دايما بنضرب المثل في اي حاجه بروفيشنال او حاجه يعني بتتعمل بجوده عاليه جدا جدا. جميل. بالدوله الالمانيه. جميل كريم. يلتحق لنا معنا في هذه الاثناء مشاهدينا الكرام خالد ديكيماش حارس المنتخب الجزائري سابقا. خالد اهلا بك. مساء الخير الأخ عمار، ومساء الخير الضيف وشيخنا الكبير. شكرا لك.
وسنشرك في حديثنا مباشرة، نتحدث على سوء التنظيم، الأمور التنظيمية الكارثية لتحدث في يورو 2024 في ألمانيا. هناك العديد من المشاكل سواء في أرضية الميدان أو في سقف ملعب مثلا، والأعمال الشغب التي حدثت بين المناصرين سواء في المدرجات أو خارج الملعب. وأيضا هناك حادثة، أيضا منتخب سويسرا لو حدث ربما هذا الأمر في بلد آخر في إفريقيا أو في أسلال لا كانت كان كلام خطير عن دولة من هذه الدول. مثلا هناك سرقة 3 حواسيب تابعة لجهاز تدريب منتخب سويسرا من مقر إقامتهم في أحد الفنادق. تفضل. لا أظن أن اليوم حقيقة العالم كله راح يكتشف الألمان، بس احنا بالنسبة لنا الألمان كانوا شغل بلد يدور مثل عقارب ساعة. صحيح. اليوم اكتشفت الناس بلي سورتو المشاكل الكبيرة، الأخ عمر تبتت ما سيتيتهاش، مشاكل في لي موان ترونسبور. بعد عدة من المقابلات، صدق من المقابلة الأخيرة ما بين الفريق الإسباني وأظن واحد الفريق، الناس ما قدرتش تروح، ما قدرتش تنقل بارابور، يا باس يا دو. تحدثنا عليها في البداية، مثلا أعطينا مثال، تصور منتخب فرنسا وصل قطع المسافة بين مقر إقامته و الملعب الذي يلعب فيه المباراة 3 ساعات. لا على كل حال 3 ساعات. واحد ما كان ينتظر هذه المشاكل تكون في ألمانيا، وخاصة في ألمانيا اللي معروفة بالانضباط بهذه الأمور كامل. اليوم مكينات. حقيقة سي فريمون يعني مفاجآت كبيرة راهي تحدث في اليورو هذا. اوروزمون كاين المستوى اللي راه مستوى مرتفع، سينو وصادر واش كاين في لي زاكوتي، يعني واحد ما كان يستنى فيها في المانيا، خاصه وان كانت باسكو لا دانيير فوا وان كان كاس العالم منظمه في المانيا هاد الامورات في 2006 2006 هاد الامورات كاع ما كانتش. صح. اليوم وين كما يقول لك كومبرانسيب الدعوه تقدمت، على كل حال كانوا مشاكل وين مام الالمان هما طالبوا باش تجديد لا سوسيتي تاع لي ترونسبور تاع المانيا، يعني لا سوسيتي تاع ترونسبور وين اللي هذوك لي تران وكل شيء، صدير زون بري كو دو فيو القطارات وكل شيء، صدير شغل ولات قديمه شويه، وصدير ما ولات قديمه والو بي با لم يكن تجديد يعني في البنيه التحتيه في المانيا. واليوم هذاك التجديد اللي كان طالبوا به الجمهور صدير الالمان، اليوم راهو كشف العيوب تاع هذيك الشركه يعني. صحيح. اذا نبدأ حديثنا عن مباراة سويسرا وإيطاليا، النتيجة التي ستتابعونها وهي هدفين لمن؟ هدفين لسويسرا وليس لإيطاليا. سويسرا تفوز على إيطاليا، البلد الذي هذا المنتخب الذي تحصل على نسخة الماضية. منتخب إيطاليا الذي تأهل بصعوبة على فكرة في دور المجموعات وخسر أمام إسبانيا، وكان قاب قوسين أو أدنى من الخروج في المباراة الثالثة أمام كرواتيا عندما فاز عليه في اللحظات والأنفاس الأخيرة من المواجهة. سعيد كناوي، ربما كمتابع لشأن الكروي الأوروبي وهذه البطولة، فاجأتك هذه النتيجة أم أنه كنت تنتظر بأن منتخب سويسرا باستطاعته تجاوز منتخب إيطالي اللي لم يقدم الكثير في هذا اليورو لحد الآن، وانت تتحدث ونتابع أيضا تشكيلة المنتخبين. تفضل أخي عمر، قلتها على كل حال. أنا شوف أنا بالنسبة لي المباراة نتاع سويسرا مع إيطاليا والنتيجة مش مفاجأة، نتيجة طبيعية، نتيجة لأن كرة القدم ما يحكمها إلا كاين الحقيقة وكاين الخيال. الحقيقة هي الميدان، والخيال لما نتكلموا نقولوا ايطاليا، نقولوا كرواتيا، نقولوا المانيا، نقولوا كذا، ولكن حقيقه في المستطيل الاخضر. صحيح. انا تكلمت وقلت انه لو الفريق السويسري يعيد نفس المباراه اللي لعبها مع المانيا راح يفوز على ايطاليا، يعني مش بالسهوله ولكن راح يفوز على ايطاليا، خاصه وان ايطاليا ظهرت لنا ان المستوى نتاعها يعني في هذه الدوره مستوى متوسط، باش ما نقولش يعني ضعيف. شفنا فريق سويسري اعطانا درس يعني، اللي حب يتعلم التكتيك كان اليوم يتعلمه في المباراة نتاع إيطاليا، وكان يتعلمه في المباراة اللي لعبها سويسرا مع ألمانيا. لما يكون عندك مدرب في المستوى تاع المستوى شو اسمه التركي، المدرب سويسرا
يعني حتى في التغييرات نتابع في المباراة كاين بعض اللاعبين أنا قلت ممكن هما ياخذوا أحسن لاعب رايدر أمبولو فارغاس اللي سجل الهدف الثاني يعني بروعة كبيرة عمر خويا خرجهم في الدقيقة 70 وغيرهم بلاعبين ثانيين هادو اللي كانوا يمثلوا الجدار الأول الدفاعي للفريق السويسري وكانوا الجدار الأول الهجومي للفريق السويسري يعني قاموا بدور كبير لمدة 70 دقيقة كانوا في المستوى العالي لما غير اللاعبين هادو المستوى نتاع الفريق السويسري ما نزلش وبقى في نفس المستوى ونفس الطريقة هاجم لما حب يهاجم ارجع لما حب يرجع ويعني وما خلى حتى فرصة للفريق الإيطالي انه كما نقول يديفلوبي اللعب نتاعو او ياخذ ثقة في نفسه طيلة 90 دقيقة الفريق السويسري انا نقول سير المباراة ب يعني احترافية كبيرة وفي كل الخطوط الدفاعي الهجومي او خاصة في وسط الميدان وعندهم لاعب اسمه كزاماكس اللي رقم 10 كابتن الفريق اللي اخي كما نقول احنا رئيس جوق شاكا نعم شاكا رئيس جوق كان هو نقطة وصل بين الدفاع والهجوم وهو المنظم للفريق نتاعو في حالة دفاعية وفي الحالة الهجومية. جميل خالد قبل أن تحدثي عن هذه المواجهة راح تابع هذه الإحصائيات وتعلق لي عليها إحصائية هذه المواجهة مواجهة إيطاليا وسويسرا نسبة الاستحواذ 52% لإيطاليا و 48% لسويسرا شاهد التسديدات على المرمى 9 لإيطاليا 16 لسويسرا ربما الفارق في الهجمات وراح نتابعه الهجمات 35 فقط لإيطاليا 53 هجمة لسويسرا منها 9 خطيرة فقط لإيطاليا ولكن 12 هجمة خطيرة لسويسرا تفضل حدثني عن هذه الإحصائيات مع المباراة وجانب التكتيكي تفضل. لا أظن باللي اليوم المقابلة أنا كنت شفتها المقابلة كانت سيطرة شبه كلية للفريق السويسري والفريق الإيطالي عودنا في ثلث مقابلات الأولى وين أشاك فوا شغل يفطن كي تسجلوا عليه أهداف وكان هو فطن بعد في الشوط الثاني ردة فعل بعد صحيح مباراة الأولى أمام ألبانيا كان منهزم بالنتيجة بعدين تعدل وفاز ردة فعل عنده يلعب على ردة فعل مي بون كما كان يقول الشيخ مقبل الفريق الإيطالي اليوم هذه نتيجة جد منطقية شفنا الفريق الإيطالي عنده أزمة كبيرة شغل منذ مجيء المدرب سباليتي كان جرب 58 لاعب وعلى كل حال دبرت 58 لاعب اليوم الازمه في الفريق الايطالي هي ما عندهمش مدير دو جو صانع العاب ما كاش وما عندهمش راس حربه حقيقي اللي يقدر يسجل الاهداف اظن هذه هي المشكله الكبيره في الفريق الايطالي ونظن باللي الفريق الايطالي كان قادر يقصى في الدور الاول لولا التدخلات الكبيره للحارس دوناروما اللي كان فريمون مام اليوم على كل حال شفناه باللي كان في مستوى يعني لا باس به وعالي اظن ان في كره القدم كاين منطق والمنطق اليوم خلى الفريق السويسري اللي انا بالنسبه لي عنده فريق متكامل ومتجانس وهذه من اكثر من اظن من منذ ان كما يقول لك الفريق السويسري بدا يلعب كره القدم اظن بان هذا الفريق هذا من احسن الفريق اللي كسبها فريق سويسري يعني. جميل عنده 30 سنه ما فازش على ايطاليا اول فوز منذ 31 سنه هذه مهمه لي الى عفوا كريم محمد حديثنا عن هذه المواجهة. المنتخب الإيطالي هو واحد من أكثر المباريات من الاتحاد الإيطالي. أنا النهاردة بقاله 30 سنة بيدرب فخد بطولة في 30 سنة مع نابولي وصادفوا إن هو كان معانا مجموعة لعيبة على أعلى مستوى في هذه النسخة من نسخة نابولي كان مع واحد من افضل الفرق ممكن في اوروبا كمان مجموعه لعيبه صادفوا ان في مجموعه لعيبه كلها مميزه مع بعض فمش ده مش انجاز يعني الكبير جدا انت تجيبه النهارده يكون مدير فني للمنتخب الايطالي برغم انه عنده يعني تجارب كتيره جدا فشل فيها في السابق طبعا فانا بشوف ان كان خروج متوقع ظهور ايطاليا في دوري المجموعات كان سيء جدا كان كل المؤشرات بتقول ان هو مش هذا بعيدا في هذه البطوله يمكن الناس استسهلت منتخب سويسرا شويه ولكن الواضح ان المنتخب السويسري دايما حتى في كاس العالم او في التصفيات او في بطوله اوروبا دايما بيظهر بشكل كويس واضح ان في استراتيجي واضح ان في مشروع مخطوط من الاتحاد السويسري لان مش اول بطوله المنتخب السويسري يظهر فيها بشكل جيد جدا النهارده مجموعه لعيبه على ارض الملعب بتطبق الافكار والمبادئ بشكل محترم جدا
مدير فني المنتخب السويسري قدر يتعامل او حضر للمباراه بشكل افضل من سباليتي، قدر يتعامل مع المتغيرات بشكل افضل، قدر كمان يخلق فرص بشكل اكبر، سدد من داخل ال 18 اكثر من المنتخب الايطالي. ممكن نشوف الاستحواذ في النهايه رايح لاسبانيا للمنتخب الايطالي، لان نقاط التحول حصلت يمكن في توقيتات مهمه جدا، يعني نقاط تحول الاهداف دي تبقى نقاط تحول هدف الاول والثاني، يمكن ده اكبر نسبان المنتخب السويسري انه يرجع يقف في نص ملعبه، ولكن وقف في نص ملعبه بشكل جيد جدا. المنتخب الايطالي النهارده ما كانش ليه اي شكل، حتى لما تركوا الاستحواذ المنتخب السويسري ما قدرش ان هو يوصل لمرمى المنتخب السويسري او يخلق فرص تسديده واحده في ال 90 دقيقه. ده بيدل ان المنتخب الايطالي لا يمتلك جهاز فني، مش هقول مدير فني بس، لما انت 90 دقيقه النهارده يبقى عندك تسديده واحده في اون تارجت في الهدف او في الجول، اعتقد امر صعب جدا. ولما تيجي تلاعب النهارده فرقه بدات تدافع قدامك او بدات تطرق الاستحواذ بين ليك وتوفيها في نص ملعبها، واحد من اهم المبادئ الهجوميه هو التسديد على المرمى، فالنهارده انت ما قدرتش تقدم اي حاجه. حتى الميزه الوحيده اللي بيقدمها المنتخب الايطالي عبر الزمن هو ان يكون عنده التزام وانضباط تكتيكي، اعتقد انه افتقده بشكل كبير جدا في هذه. شكرا لك كريم على كل هذه الاضافات. نعود لك سعيد. منتخب ايطاليا كان من المرشحين للتتويج بهذا اليورو، لكن هذا السقوط في نظرك ما هي اسبابه؟ وهذا الخروج من الدور الثمن النهائي. شوف اخي خالد، اخي عمر، في هذا المستوى العالي كل فريق عنده بطاقة التعريف نتاعو. صحيح. المانيا بطاقة التعريف نتاعها واضح انها تفرض لعبها ويعني وتعمل عليك ضغط من البداية، لأن الألمان والانضباط ومعروفين باللعب نتاعهم. معروف على إيطاليا عندهم ثقافة كيف نقول احنا الدفاع، منظومة دفاعية ممتازة. الإسبان معروف الكرة نتاعهم. الفريق الإيطالي فاجأنا يعني صراحة، بما أنه هو اللي فاز كأس أوروبا السابقة، على الأقل كنا ننتظر فريق يكون على الأقل متوسط يعني المستوى نتاعو، ويلحق على نقولوا على الأقل نصف نهائي. ولكن كما قال لك خالد، دور المدرب هنا كان عنده دور كبير، خاصة أنه كثير من اللاعبين جربهم ويعني ما ركزش على مجموعة واشتغل عليها. لما تشوف الفريق السويسري يا اخي، لما يحبوا يخرجوا الكره تقول انت هذو راهم يلعبوا في البلاي ستيشن، تخرج الكره حتى مرات احنا كمشاهدين ما نتوقعوش واش راح يصير. عكس الفريق الايطالي، ان اللاعب اللي عنده الكره يبحث على حلول، ما عندوش حلول. هذا يدل على ان الفريق هذا من الجانب التكتيكي عنده نقص، وعنده نقص كبير. الفريق الايطالي كان من المفروض هو اللي كما قال لك خالد، هو يلعب على ردة فعل. مشات مع ألبانيا، مشات مع كرواتيا، اليوم طاح مع فريق اللي عنده يعني نورغانيزاسيون، عنده تنظيم صلب، ما مشاتش. والفريق اللي يلعب لك على ردة فعل عارف باللي ما عندوش بطاقة تعريف وما عندوش شخصية في اللعب، خاصة في الدورة هذه. وهذا ما كان للفريق الإيطالي عكس الألمان اللي شفنا المباراة نتاعهم. في الألمان لما يلعب معك يفرض أسلوبه مهما كان. المباراة انتهت لمصلحة ألمانيا وتأهلت بنفس النتيجة اللي فاز بها سويسرا، اللي كانت متوقعة أخويا عمر، هذه هي أمام الدنمارك. ونظن راح نشوفه، ولا كانت أهلت إسبانيا، راح نشوفه مباراة كبيرة بين الألمان وإسبانيا. صحيح. اليوم لما فوز سويسرا راح تلعب مع الفائز من مباراة إنجلترا وسلوفاكيا. نتحدث عن هذه المواجهة مشاهدينا الكرام الآن. مباريات قبل ذلك ستتابعون في هذا الجدول مباريات يوم الأحد، يوم الأحد. لكن قبل ذلك خلينا نتوقف عن مباراة ألمانيا والدنمارك، ثم نتحدث على مباراة يوم الأحد. ألمانيا كما قلت فازت على الدنمارك بهدفين دون رد. كريم، أكيد تابعت هذه المواجهة. منتخب ألماني عاد من بعيد بعدما سجل منتخب الدنماركي هدفا وألغي بداعي التسلل، ثم سجل المنتخب الألماني ركلة جزاء، بعدين سجل الهدف الثاني وانتهت المباراة بهذه النتيجة في مباراة توقفت للعديد من الدقائق بسبب الأمطار الغزيرة التي كانت في هذه المباراة، والحكم قرر
توقيف المباراة لأكيد سلامة اللاعبين في تلك المواجهة. تفضل. واحد من القرارات المهمة من الاتحاد، يعني زي ما انتقدنا الاتحاد الإيطالي لازم نشيل بالاتحاد الألماني أنه تعاقد مع نيجرسمان، واحد من المدربين المتميزين جدا، خسروا نادي بايرن جدا في إقالة المدرب الشاب اللي لديه إمكانيات. بعض الأفكار اللي بيعتمد عليها بيب جوارديولا، كل الناس لما جوارديولا بيعمل حاجة كله بيقول جوارديولا عمل جوارديولا عمل، ولكن في الحقيقة في بعض الأفكار اللي طورها نيجرسمان ولكن الناس بتابع جوارديولا بشكل اكبر كانت هي افكاره هو، ولكن اقتبسها منه بيب جوارديولا. زي مثلا ازاي بيخلي سنتر باك وما بيحضروا لما بيروح كلاعب نص ملعب في جنب الديفندر عشان يقدر يعمل زياده عدديه. راجل من المدربين اللي انا راهنت عليهم قبل البطوله وقلت ان هو هيقدر يطور المنتخب الالماني ويقدر ان هو يذهب لبعيد المنتخب الالماني في هذه البطوله عكس النسخ السابقه للمنتخب الالماني في اخر نسختين لكاس العالم ظهروا بشكل سيء جدا. من الصعب جدا انك انت تكون بتلعب بطوله وعلى ملعبك كمان في وسط جمهورك انك تتاخر بهدف قدام واحد من المنتخبات اللي ضاعت بشكل كويس، مارك واحد من المنتخبات المتميزه اللي يمتلك مجموعه لعيبه بتلعب في اكبر الدوريات واكبر الانديه على مستوى العالم، ممكن يستحوذ بشكل كويس خلق مساحات. جميل جميل كريم، نستمع لراي ايضا كل من سعيد وخالد حول هذه المباراه وفوز المنتخب الالماني على دنمارك بهدفين دون رد. منتخب دنمارك كان يحلم بالتأهل إلى دور الربع النهائي وقدم الكثير في هذه بكل صراحة في هذه المواجهة، أليس كذلك سعيد؟ تفضل. شوف اللي صار في هذه الدورة، كان الأخ كريم يتكلم، أنا كنت أفكر في واحد الموضوع، تعرف غياب النجوم لو تاخذ كل المنتخبات صحيح. اللي موجوده غياب النجوم يعني غياب ابداع، الابداع الفردي، لما يكون الابداع الفردي غايب المدربين ايش يعملوا؟ يقولوا يشتغلوا خاصه على الجانب جانب المجموعه، الجانب التكتيكي، كما شفنا كتل يمشي بكتله يهاجم بها ويدافع بنفس الكتلة، الكتلة هذه مرة تكون أمامية مرة تكون في وسط الميدان مرة تكون خلفية، ولكن يبقى الاتكال نتاعه خاصة على المجموعة، هذا لغياب الفرديات. الفريق الألماني منذ بداية الدورة شفنا في المباراة الأولى مع اسكتلندا راه يلعب بكتلة موحدة، كتلة متجانسة بين الصفوف، كتلة وين يخلقوا كثير من الفرص ويلعب، وحتى تشوف اخويا عمر في يعني النسبة المئوية نتاع امتلاك الكرة في الدور الأول ألمانيا تقارب أكثر من 60%، الفريق الدنمارك لامويا نتاعو كما نقول المعدل نتاعو 42%، اليوم نتابع المباراة كان في 41%، هنا يعني تحس انه الفرق يلعبوا بنفس الطريقة بنفس الفكر بنفس الـ 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 بنفس الاستراتيجية للوصول الى الـ الى الـ الى الـ يعني المبتغى الى الهدف. نظن الفريق الاكثر نظام، الفريق اللي يكون عنده مجموعة متجانسة هو اللي راح يفوز بكأس اوروبا، واليوم هذا ما شفناه مع الفريق الالماني حتى وكان عنده يعني بعض الفرص للفريق الدنماركي اللي كان عنده حتى حاجة يخسرها. لو انهزم يقول لك انا انهزمت مع فريق اسمه المانيا صحيح. في عقر داره يعني كان متحرر، كان المفروض يعطينا احسن من اللي شفناه اليوم. معك، ولم نشاهد منتخب الماني قوي في هذه المباراه يا خالد. اظن ان اليوم الشريحه الالكترونيه الموجوده داخل الكره هي اللي صنعت الفارق اليوم، باسكو تشوف انت في الدقيقه وين كان اللاعب الدنماركي اندرسن اللي كان سجل هدف وكان تقنيه الفار على كل حال بمساعده الشريحه اللي موجوده داخل الكره هي اللي صنعت الفارق، يعني هي اللي خلات الفار يعرف باللي اللاعب راهو في الاخر، وثلث دقائق من بعد نفس الشريحه هي اللي قالت باللي اللاعب هذا لمس الكره بثلث اصابع، يعني بثلث اصابع تاع اليد، ايماجين اللاعب هذا سجل هدف وكان الغى ثلث دقائق من بعد هو اللي كان لمس الكره وان كان الفريق الالماني يسجل، يعني لو كان ما كانتش هذه التقنيه هذه وكان فريق الدنمارك يسجل الهدف كانت تكون مقابله اخرى. صحيح داير شفنا باللي بعد هذيك اللقطه هذيك كان الفريق الدنماركي خاصه بعد تسجيل هدف ثاني عليه كان يفقد براتيكمون الامل، وبيان سور الالماني راهي قدام جمهوره، دونك اظن لا ديفيرونس تادير منعرج المقابله كانت في هذيك ما بين الغاء الهدف والحصول على ضربه الجزاء. على ضربه الجزاء.
مشاهدينا الكرام، فاصل ثم نواصل الحديث عن بطولة أمم أوروبا ومباريات ثم نهائي التي ستلعب أيضا يوم الأحد الاثنين والثلاثاء. إذا تعرفنا في البداية مشاهدينا الكرام عن المنتخبين اللذين تأهلا إلى الدور ربع النهائي، ويتعلق الأمر بكل من سويسرا على حساب إيطاليا ومنتخب ألمانيا البلد المنظم على حساب المنتخب الدنماركي. مباريات يوم الأحد مشاهدينا الكرام ستكون على النحو التالي: منتخب إنجلترا يواجه سلوفاكيا، وإسبانيا تواجه جورجيا. نبدأ بمباراة إنجلترا وسلوفاكيا، سنتابع تصريح مارك غويهي لاعب المنتخب الإنجليزي الذي تحدث عن هذه المواجهة، ونستمع أيضا لسكرينيار لاعب المنتخب السلوفاكي الذي تحدث عن هذا اللقاء أيضا، ثم نعود للحديث والنقاش. نشاهد جميعا المباريات ونعلم أنهم فريق جيد جدا. أعتقد أنهم احتلوا المركز الثالث في المجموعة، لكن لديهم بعض اللاعبين الجيدين جدا في فريقهم. لوبوتيكا هو اللاعب البارز من نابولي. هناك الكثير من اللاعبين الجيدين. أعتقد أنه سيكون خصما صعبا آخر وتحديا صعبا، ولكن من المهم أن نكون مستعدين لهذا التحدي والقوة التي سيلعبون بها. لديهم نجوم كبار ولاعبون جيدون جدا، لكننا شاهدنا بعض المباريات في المجموعة، وكفريق ليسوا في أفضل حالاتهم حتى الآن، لذلك يمكن أن تكون هذه فرصتنا للتغلب عليهم إذا لعبنا كرجل واحد مثلما فعلنا أثناء التصفيات وفي دور المجموعات. آمل وأعتقد أننا قادرون على التغلب عليهم. كريم محمد، تابعت هذين التصريحين، وما يشدنا تصريح لاعب المنتخب السلوفاكي ميلان سكرينيار الذي ربما في حديثه هناك نوع من الثقة ولا يخشون المنتخب الإنجليزي نظرا لمردوده في دوري المجموعات، أليس كذلك؟ تفضل. حتى لو المنتخب الانجليزي ما قدمش افضل حاجه عنده، لازم يكون في احترام وتقدير اكتر من كده طبعا للمنتخب الانجليزي، واحد من المنتخبات اللي في اخر نسختين لكاس العالم ظهر بشكل قوي، بل قوي جدا كمان. حتى ساوث جيت دايما مع المنتخب الانجليزي، حتى لما بيتم اقصاءه وبيخسر مباراه ما بيخسرهاش كوره، يعني بيكون هو الافضل من حيث التقديم، من حيث الفرص، الوصول للمرمى. ده شفناه امام المنتخب الفرنسي في كاس العالم السابق لما تم اقصاء المنتخب الفرنسي، ظهر بشكل كويس جدا. فانا شايف ان هو تصريح مش في محله، لان في فارق كبير جدا جدا ما بين تاريخ المنتخبين، مش بس كده كمان في فارق كبير جدا جدا كمان من حيث كواليتي اللعيبه وجوده اللعيبه، وكمان اللعيبه المنتخب الانجليزي عندها تمرد بشكل اكبر، لعيبه بتلعب في انديه كبيره جدا، انديه بتحصل على بطولات، فعندهم اكيد الجانب المعنوي بشكل افضل من المنتخب السلوفاكي. لكن اتوقع ان المنتخب الانجليزي هيحسم هذه المواجهه بشكل سهل، بس سهل جدا. انا اتوقع كمان المنتخب الانجليزي يستطيع الوصول للمباراه النهائيه. المنتخب الانجليزي ماشي بخطه ثابته، سب فاينل او سيمي فاينل كاس عالم، دور ثمانيه كاس عالم، وظهر بشكل كويس جدا جدا في كاس العالم بقطر السنه دي. برضو ممكن يكون بادئ البطوله مش افضل حاجه، ولكن اتوقع مساوئ جدا اللي ما بيسيبش حاجه للصدفه تماما ان هم يقدروا يوصلوا مره ثانيه، بعد ما كان المنتخب الانجليزي كان بعيد تماما، كان بيفشل حتى للوصول لكاس العالم او كاس الامم الاوروبيه. واتوقع المنتخب الانجليزي هيكون ليه دور وليه شكل وليه تواجد بشكل قوي جدا، اقل شيء من وجهه نظري فاينل او سيمي فاينل في هذه النسخه من بطوله التبيو. سنتابع ايضا مشاهدينا الكرام التصريح الثاني للاعب ميلان سكرينيار لاعب المنتخب السلوفاكي، ثم نعود للحديث والنقاش. بالطبع سيكون شيئا مميزا، ليس فقط بالنسبة لي ولكن أيضا لجميع الشعب السلوفاكي. إذا فازت سلوفاكيا على إنجلترا أعتقد أنها ستكون أفضل نتيجة لسلوفاكيا في التاريخ أو واحدة من أفضل النتائج. آمل وأعتقد أننا نستطيع فعل ذلك. سعيد، سمعت لسكرينيار قال بأنه إذا فازوا على إنجلترا ستكون أفضل وأحسن نتيجة في تاريخهم الكروي.
شوف، عطانا واحد الاشارات اللاعب السلوفاكي بالكلام نتاعو، يعطيك صوره يعني واضحه على الفكر وعلى ذهنيات اللاعبين والمنتخب السلوفاكي اللي راه فيها اليوم. اليوم راهم في ثقه تامه، يقول احنا قادرون. لما يقول لاعب من سلوفاكيا يلعب مع ضد فريق انجليزي باستطاعتنا، يقول لك احنا باستطاعتنا وقادرون وعندنا لاعبين وعندنا كذا، يعني هنا راه استرجع الثقه نتاعو. هذه من جهه. من جهه اللي تخدم الفريق المنتخب السلوفاكي، تعرف لما مدرب كره قدم في المنتخب الا ما عندكش تبنيها على الجانب الذهني، خاصه لان اللاعبين مش موجودين معاك، يجوا في دوره ومن بعد يمشوا، مش نفس المدرب اللي يكون في فريق واللاعبين متواجدين معاه. عندك الجانب التكتيكي، تشتغل على الجانب التكتيكي، لان لاعبين ممكن تجيبهم كل واحد من فريق، لازم يكون فيه انسجام. تدخل الجانب التكتيكي، يعني لازم يكون ويبقى الجانب الثالث اللي هو الابداع والنجوم، موجودين في انجلترا ولكن غايبين. تقول انت رايس، تقول كين، تقول شو اسمه فولدن، تقول يعني عندهم لاعبين كبار ولكن ما ظهروش كفرديات. جماعيين مش موجوده انجلترا. من الجانب الذهني انتقادات كبيره. نظن الفريق الانجليزي اليوم راه في انجلترا لم تتحصل ولا مره في تاريخها على بطوله امم اوروبا. نعم اليوم راهم يعني في الفكر المورال، يعني كيف نقول، من الجانب الذهني الفريق من الجانب الذهني الفريق يعني ماهوش في الطوب، ماهوش كما 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 ينبغي ان يكون، عكس الفريق السلوفاكي. اذا المباراه نتاع اللي تلعب بين انجلترا وسلوفاكيا غدا راح نشوفوا طبق الاصل للمباراه نتاع سويسرا مع ايطاليا، الا اذا، لان هذه كره قدم كما قال لك خالد تتلعب في بين ثانيه وثانيه، ممكن كل شيء يتغير. ولكن تبقى اوديبار يعني من البدايه الفريق السلوفاكي اذا لعب بالفكر اللي راه يتكلم عليه اللاعب، والمدرب كان يعني في الكوتشنج نتاعو كان منضبط كما كان منضبط ضد البرتغال، انا نظن عندها كلمه الفريق السلوفاكي باش يفوز على شكرا سعيد. قبل ان اتي لك خالد، راح تابع معي هذه الارقام وهذه الاحصائيات، تاريخ المواجهات بين المنتخبين. مشاهدينا الكرام، التفوق كان المنتخب الانجليزي، فاز على منتخب سلوفاكيا مرتين وتعادل معه مره واحده ولم يخسر ولو في اي مواجهه. وهذه ايضا هذه الارقام مقارنه بين المنتخبين، بين انجلترا وسلوفاكيا. لاحظوا معي أكثر من 1.5 مليار يورو القيمة السوقية للمنتخب الإنجليزي، يعني هو أكبر، يعني أكبر أغلى منتخب، أغلى منتخب في هذه البطولة، في هذه البطولة يعني. مقارنة بسلوفاكيا 156.4 مليون يورو فقط. أغلى لاعب في منتخب إنجلترا هو بيلينغهام ب 180 مليون يورو. أغلى لاعب في منتخب سلوفاكيا هو دافيدانكو، لاعب فيونورد، ب 35 مليون يورو فقط. وتصنيف العالمي، منتخب انجلترا في المركز الرابع عالميا ومنتخب سلوفاكيا في المركز 45 عالميا. تفضل. اظن الارقام يعني تحدث عن نفسها، تتحدث عن نفسها، لكن المباراه تبقى مباراه بيان سور صحيح. هذه النهائي كما قلت مجرد ارقام، والكره راح تلعب 11 لاعب ضد 11 لاعب صح. قبل بدء البطوله هذه كان الفريق الانجليزي كان هو اللي نشط النهائي الاخير تاع اليورو 2020 صحيح. واليوم قبل هذه البطوله هذه كان من اكبر المرشحين للفوز بهذه البطوله صح. ابري بعد 3 مقابلات الفريق الانجليزي ما كانش فريمون في المستوى، دار كانت انتقادات كبيره وخاصه من المحلل غاري لينيكير، وين كان انتقد كثيرا من الفريق الانجليزي. داير مام اري كين عاود رجع له دون فاسون، قال له انتيا اون كيلكو سورت واش ربحت مع الفريق الانجليزي، يعني كان ديجا ملاسنات ما بين اللاعبين القدامى وما بين اللاعبين الحاليين. اظن المشكل اليوم هو توظيف اللاعبين من طرف المدرب ساوث جيت اللي داير. شفنا كانت ليه انتقادات كبيره في المقابله الثانيه وين كان لعب أليكسون ارنولد في وسط الميدان، وكتال منتقدوه الناس نحاه في المقابله الثالثه عاود رجع يعني على كل حال اظن عندهم مشكل الانجليز في توظيف اللاعبين. وكان حاجه ثانيه اللي لازم نهضروا عليها، باللي اللاعبين الانجليز براتيكمون كاع ينشطوا في البطوله الانجليزيه ابار بيلينغهام يلعب في فريق ريال مدريد، وكان لعب عدد كثير من المقابلات. ونعرفوا بيلينغهام لاعب اللي قدر يلحق حتى ل 14 كيلومتر في مقابله واحده، ولافون سونتر كاين يلعب في فريق البايرن. باركونت شغل عدد المقابلات اللي لعبوها اللاعبين الانجليز
مقابلات كثيرة يعني مرهقين يعني مرهقين بارك الله فيك بدنيا مرهقين أظن اجتهاد لاسبي هذا اللي ما خلاهمش يبينوا على القدرة تاعهم 100% من هذه المباراة نذكر مشاهدينا الكرام بأنه الفائز في مباراة إنجلترا سلوفاكيا سيواجه منتخب سويسرا الذي أقصى منتخب إيطاليا مباراة ستلعب في السادس من جويليا المقبل ومباراة ستكون أكيد قوية ومثيرة المباراة الأخرى التي ستلعب بيوم الأحد أيضا مشاهدينا الكرام ضمن الدور الثمن النهائي بين إسبانيا الماتادور الإسباني الذي تحصل ثلاث مرات على بطولة أمم أوروبا الذي سيواجه منتخب جورجيا طموح إسبانيا يصطدم إذن بأحلام جورجيا تاريخ المواجهات بين المنتخبين إسبانيا فازت ست مرات على منتخب سلوفاكيا وخسرت مرة جورجيا واحدة على جورجيا صحيح على جورجيا وهذا هو الجدول يبين الفرق الكبير بين المنتخبين أيضا نشاهد فرق كبير وشاسع لما نقارن بين المنتخبين من ناحية القيمة السوقية أيضا وأغلى لاعب في المنتخب الإسباني وأمور أخرى مثل الترتيب العالمي أيضا كما نشاهد في هذه الإحصائيات اللي راح يعلق لي عليها أيضا كريم محمد محلل أداء ولاعب الإسماعيلي المصري سابقا كريم تفضل تتكلم في فوارق كبيره جدا جدا يا كابتن عمر التصنيف الثالث جورجيا اعتقد لسه يعني ممكن يكون لسه الاتحاد الدولي ما حطلهاش تصنيف لحد دلوقتي لسه منتخب يعني ظاهر بشكل يعني جيد لحد ما هو شايف ان انجاز كبير اصلا ان هم يعدوا الدور الاول قيمه تسويقيه بتتكلم في 945 لو انا 965.5 مليون يورو 161.5 يعني بوينت 5 يعني مليون يورو يعني فارق كبيره جدا اغلى لاعب هنا 90 مليون اغلى لاعب هنا 80 مليون حاجه كويسه ان في لعيب قيمته التسويقيه 80 مليون في المنتخب الجورجي معدل الاعمار قريبه جدا من بعض التصنيف العالمي الثامن جميل هو لاعب نابولي اسمه خفيتشا ب 80 مليون يورو اغلى لاعب صحيح هو لاعب المتالق مع نابولي الايطالي تفضل يعني منتخب الجورجي يعني كرة في جورجيا كمان حتى الدوري الجورجي يعني اللي احد اصدقائي كان بيلعب حتى في الدوري الجورجي هو متابع جيد جدا هناك يعني بقى له فتره بيقول ان الكوره هناك جايه بشكل كويس حتى انا تابعت الفترات اللي فاتت المنتخب الجورجي الناشئين والشباب يعني واضح ان في استراتيجي واضح ان المنتخبات حتى الصغيره زي منتخب السلوفاكي زي منتخب السويد المنتخبات دي كلها بقى اصبحت جايه ولكن اعتقد هتبقى مواجهه صعبه جدا بل مستحيله على المنتخب الجورجي امام المنتخب الاسباني اللي يعتبر ظهر بشكل كويس من افضل المنتخبات ومن حيث كمان المنتخبات الكبيره اللي ظهرت بشكل كويس يعني ممكن المنتخب الانجليزي لسه ما ظهرش بشكل افضل حاجه عنده المنتخب الايطالي طبعا في بدايته ما كانش ظهر بشكل كويس وتم اقصاءه النهارده ولكن المنتخب الاسباني من اول مباراه في البطوله هو ظهر بشكل كويس فانا شايفه يعني مواجهه سهله جدا للمنتخب الاسباني المنتخب الاسباني كمان بيلعب كوره هيصعب على المنتخب الجورجي المنتخب الجورجي كان اتفرج عليه في دوري المجموعات ما بيقدرش يستخلص الكوره بشكل جيد بياخد وقت طويل جدا لحد ما يستخلص الكوره مع منتخب كمان مدرسته والفلسفه بتاعته انه بيستحوذ على الكوره اطول فتره ممكنه اعتقد ده امر هيكون صعب جدا 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 على المنتخب الجورجي فاتوقع مواجهه سهله جدا للمنتخب الاسباني. جميل سعيد وخالد هل تشاطرون الراي في مقال كريم بانه مباراه ستكون سهله المنتخب الاسباني؟ لا ما نظنش انها تكون مقابله سهله بالنسبه للفريق الاسباني باسكو المقابله لو ما تروحش انت تربحها ما تجيش تربحها شفنا الفريق الجورجي فاز على الفريق البرتغال الفريق البرتغالي كان ايضا من الفريق المرشحين يعني الفوز بهذه البطوله وفاز عليه 2-0 يعني لكن كان تاهل المنتخب البرتغالي لكي نكون لا بصح فاز عليها واقعيين في المباراة الثالثة منتخب البرتغال يقال بأنه لأول مرة في تاريخ البطولة لعب بقرابة 5 لاعبين أقل من 23 سنة بصح يبقى فريق برتغالي يعني صحيح صحيح ويبقى صحيح فريق جورجي اللي ومن بين المرشحين أيضا بكريستيانو رونالدو صحيح بارك الله فيك والفريق البرتغالي يعني الفريق الجورجي على كل حال اليوم الضغط راه على الفريق الاسباني مش على الفريق الجورجي صحيح الفريق الجورجي ما عنده ما يخسر اكزاكتومون اليوم داره دار إنجاز كبير اللي هو ديجا الفوز على الفريق البرتغالي واللي اول فوز في 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 نهائيات تأهل اول مره في تاريخه اول مره يتأهل في تاريخه صحيح اول فوز في تاريخه
واليوم راح يقابل الفريق الاسباني، دونك واش راح يخسر؟ ما عنده ما يخسر. على بالنا علمتنا كرة القدم اللي كي ما يكونش عليك الضغط تقدر دير نيمبورت كو على كل حال. ويعني في كرة القدم توتي بوسيبل، وشفنا شفناها واش دار الفريق الدنماركي ولا الفريق تاع لاغريس يعني تاع اليونان. اليونان لما فاز الفريق الدولي الدنمارك 92 92 كانوا اللاعبين كاع في عطله يعني رجعوا. شوف كان واحد العامل ما تكلمناش عليه خالد، اللي هو شوف مثلا تاخذ اليوم فريق سويسرا عاد 7 لاعبين يلعبوا في ايطاليا يعني يعرفوا الكره الايطاليه ويعرفوا الايطاليه، ثلاثه يلعبوا في نفس الفريق يعني ثلاثه او اربعه في بولونيا. هذا عامل. البانيا عندها في ساوسولو، عندها في اوروبا. شوف هذا القانون القانون الاوروبي اللي لما تكون اوروبي تسمح لك تلعب في اي بلد، هذا خدم الفرق بين قوسين صغيره وما خدمش الفرق الكبيره. اصبح اليوم كي تقول لي جورجيا عندها لاعبين يلعبوا في البطولات القويه الاوروبيه، اذا لما يلعب مع اسبانيا، لو اسبانيا ما تخرجش كل ما عندها من قوه ومن وتحضير وبدني وذهني وبسيكولوجي وكذا راح تكون لها صعوبات. هما ما يحبوش تكون لهم صعوبات، خاصه لما تكون محترف. لما تكون محترف وتقل التركيز عندك اخويا عمر، شوف من الاصابه للغلطات باش يجيبوا عليك اهداف، هذه كلها انت تصبح متعرض لها لان التركيز راك فاقد التركيز. لاعب في المستوى العالي تاع اسباني او الماني او فرنسي او يعني ما نظنش انه راح يتساهل مع فريق ولا منتخب اسمه جورجيا او منتخب اسمه الفائز بهذه المباراه. مشاهدينا الكرام سيواجه من؟ سيواجه المنتخب الالماني في الدور ربع النهائي في 5 جويلية المقبل. مباريات الأخرى يوم الاثنين مشاهدينا الكرام، منتخب فرنسا يواجه بلجيكا، والمنتخب البرتغالي يواجه المنتخب السلوفيني. ولو على السريع نتحدث على هذه مباريات الاثنين ومباريات يوم الثلاثاء المقبل أيضا مشاهدينا الكرام. ستلعب رومانيا أمام هولندا والنمسا أمام تركيا. كريم محمد، فرنسا بلجيكا، من الأقرب للتأهل بكيليان مبابي إلى دور ربع نهائي؟ تفضل. فرنسا طبعا، أنا بثق جدا جدا في ديدي ديشان، واحد من المدربين الكبار جدا من وجهة نظري الشخصية، واحد من أفضل المدربين اللي قاد المنتخب الفرنسي. راجل عنده تواجد دايما في البطولات الكبيرة، لما ياخد كأس عالم والبطولة اللي بعديها على طول يوصل لفاينل كأس عالم، وكان قاب قوسين أو أدنى إن يحصل على البطولة. ما شفناش دي يا كابتن عمر كتير، ما شفناش بقالنا فترة كبيرة أعتقد يعني منذ الثمانينات او حاجه منتخب يحصل على بطوله كاس العالم والنسخه اللي بعديها على طول يوصل فاينل. قعدنا فتره نشوف المنتخب اللي يحصل على كاس العالم يخرج من الدور الاول على طول في النسخه التاليه، ولكن انا شايف المنتخب الفرنسي مع ديدي ديشام ماشي بشكل كويس جدا، ماشي بخطه ثابته، دايما عنده تواجد، بيعرف يكسب. ممكن يكون ما بيقدمش افضل كوره، ولكن هو مدرب الاستراتيجي بتاعه انا مش هقدم كوره ممتعه، مش هخليك انت كمشاهد قاعد مستمتع، ولكن انا هعرف اكسب في النهايه. فهو مدرب تكتيك على مستوى المنتخب البلجيكي ما اقنعنيش حتى الان. يلا يا كريم، الوقت داهمنا الى المباراه الاخرى. الفائز من هذه المباراه مشاهدينا الكرام بين فرنسا وبلجيكا سيواجه الفائز من مباراه البرتغال وسلوفينيا اللي راح تحدثنا عليها خالد. برتغال سلوفينيا، اظن بلي الفريق البرتغالي راح يكون هو المرشح بالفوز. وهل تعلم ان الفريق السلوفيني راح يواجه صدير ايفيتا المانيا بارابور ان كارتون جون داه واحد في الاستاف تاعهم، باسكو كانت في الترتيب تاع ما بين الدنمارك وسلوفينيا، كان الفريق الدنماركي يتفوق على الفريق السلوفيني باللاعب النظيف. باللاعب النظيف ويعني مش لاعب اللي كان اخذ كارت اصفر، يعني كان مساعد المدرب هو اللي اخذ، دونك خلى الفريق السلوفيني يلعب مع البرتغال وما يلعبش مع الفريق الالماني. اظن هذا شيء في صالح الفريق السلوفيني. مباراة الأخرى يوم الثلاثاء سعيد، رومانيا هولندا. أنا والله شوف رومانيا نشوف فيها فريق محترم ومحترم جدا. علاش محترم جدا؟ أنا كل مرة نتكلم على المدربين لما نشوف، لأن لوريفلي الصورة تبقى الأصل للعب لما يكون الفريق لما يكون داخل الملعب هو تعرف أن المدرب قايم شغله أو لا. الفريق الروماني من الفرق اللي عندهم فعاليه ومنضبطين في لعبهم، يعني الرجوع الوراء والانطلاقه في اسرع وقت ممكن اون كونتر اتاك، كانوا في الممتازين في الادوار التمهيديه. نظن انه رومانيا راح تكون ان 7 لاعبين في الفريق الروماني تكونوا واخرجوا من الاكاديميه تاع جورج حاجي، باش تشوف كي يكون عندك تكوين عندك فريق. اليوم 7 لاعبين
تكونوا في الاكاديميه جورج حاجي اللي والنمسا النمسا تركيا عندنا يعني القلب مادابيا الفريق التركي تميلون الى تركيا اكيد. نشكرك خالد ديكيماش حارس دولي الجزائريه السابق وسعيد كناوي المدرب والتقني كنت دائما متالقا معنا كالعاده بتحليلاتكم القيمه لك وايضا لخالد ولكريم محمد من مصر محلل اداء ولاعب الاسماعيلي المصري سابقا. شكرا لك كريم. شكرا كابتن عمر. والاسماعيلي هل هو في احسن حالاته مقارنه بالاهلي والزمالك؟ لا يسموها برازيليا مصر. شكرا 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 لك شكرا لك كريم وشكرا لكم موصول لكم مشاهدينا الكرام ولكل الطاقم الذي خدمكم في برنامج تكتيك سبور. شكرا لكم.